لك شو بك يا جنتي؟ جاي احكي معك كلمتين. فوت. ايه بفوت. نعم، عملت لي جرصة بالمحل وشحطني لأرقص قدام كلابك، كانوا على شعري رح ينفلتوا علي، وهلا جاي تحكي؟ احكي شو بدك تقول؟ لك سماهر لا توقفي عند هدول القصص، انت بتعرفي وقت تركب المجنونة براسي، كنت مقهور كثير ومتضايق. بس الكلام النظامي هلا جاي اقول لك اياه. قول شو بدك تقول؟ يا بنت الناس، أنا بحبك من زمان وأنت بتعرفي هذا الشيء. زكوان اللي قدامك هلا مو زكوان تبع أيام زمان. أنا هلا قبلت الفقر قبر، صار معي ملايين. في عندي هيك كم شغلة عم خلصهم، إذا بدك نتزوج ونهش برا البلد. الله يهنيك أنت وملايينك، بس أنا ما فيني أعيش مع واحد مثلك. ليش شبني أنا؟ شو بيعيبني؟ لا، ما بيعيبك شيء. بس أنا إلي حياتي ومخي، وأنت إلك حياتك ومخك. ما بنزبط مع بعض. وشو هي حياتك؟ تبع الليل والكباريهات والله محيي الشباب؟ شوف زكوان، أنا لو إني بنت حرام وبدي أعمل دقنة دالة معك، كنت أنت هلأ ملحوش بالسجن. بعد عملتك بالكباريه إجوا الأمن وحققوا معنا، وأنا ما رضيت أذيك وما قلت لهم عنك شيء. بقى صور الشر وكل واحد منهم طريق. هذا آخر كلام عندك؟ هذا آخر كلام. إيه رح أعمل حالي ما سمعته. رح أتركك تفكري منيح وبرجع بأخذ جواب نهائي. لك زكوان، أنت ليه ما عم تفهم علي؟ أنت ما عم تفهمي علي، وأمل لك خلص لبقى تحكي شيء. يلا بخاطري. يا ما تحت السواهي دواهي، ويا ما خلف المراعي دياب. مو تاري لك زكوان واحد واطي بده لق بالفرامي؟ شو بو زكوان؟ شو صار بيناتكم؟ شو بدك أنت بهالقصة؟ لك هموم؟ أنت مو قلتي لي من فترة إنه بدك نشتغل لحالنا بدون زكوان؟ لهلا عم قول. حلو. رح جيب لك شاب لقطة، بس شو؟ بدي اياكي تتفنني وتحطي كاسة شاي وبتتصببي، بدي اياها يطلع من تحت ايديك النهنة. ايه هيك من الأول؟ رح الحيلي حالي. وحياة عيونك أمه ما رح تعرفه، بس يطلع من تحت ايدي. ماس مرحبا سعود. حليم بخش القلب، شلونها؟ ماما شو الحال؟ خيو لقيت لك شغله احسن من العددان هذا كلياته. شو بدي اشتغل مطبل وانت بتغني؟ يعني شو بدي اشتغل معاه؟ شغله ظريفه راح تنسيك الدحنون والقصص هي كلياتها. يا عرض اختك انت، قديش لي الاصل؟ قديش لي الاصل؟ لك حبيبي انا خليت على الدحنون بموت على الدحنون. لك اجدا شغله فيها مصاري كثير. قديش يعني؟ بعطيك 30,000 هشام. 30,000 يا محمد؟ لك يعني بظرف شهر بصير معي ملايين؟ طفي الابره. انا ماني قليل اصل مثلك بخش القلب، انا ماني قليل اصل. روح انت هلا شوف الملايين تبعك، وانا اذا قررت اشتغل بعت لك رجاء اتصال بي على الجوال. روح يلا احد. طيب روح اقعد 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 لنحكي. أبو محمد، قوم بقى أبو محمد. شو في؟ زينة لهلأ ما رجعت من المدرسة، تأخرت كتير. بتكون عم تلعب يا هول يا هول، هلأ بتجي؟ ما بعرف ليش قلبي قامطني،
خايفة يكون صاير معها شي. لك لا تفولي على البنت، كانت تغيب كل النهار وما يصير لها شي. ما بعرف، قلبي عم يفور ويغلي عليها. استهدي بالرحمن، استهدي بالرحمن، ما بتلاقيها الا صارت هو. وين بدها تكون راحت؟ حبيبي أنا جنبك، بعرف قد ايه بتكون مهموم ومتضايق هلا، ولي على قامتهم، ما لقوا غيرك هالكلاب؟ طب قوم تعال عندي والله مشتاقة لك. لك عم بقول لك ما فيني اتحرك من البيت، الله بيعلم كمان الجماعة ما يكونوا عم يراقبوني، هاي الفترة لازم ضل متخبي. أنت تعال عندي وبخبيك برموش عيوني، كمان على اشتاق لك كثير. طيب ماشي. خلاص تركيني شوف شو الله بيسر وأنا بخرطش لك تليفون. حبيبي ما بصير إلا اللي الله كاتبه، وما حدا بيروح قبل أوانه. تعال عندي دغري، أوكي؟ ماشي ماشي خلاص روحي هلا، يلا الله معك. ما عم يزبط شيء، كل ما بنقول تحسنت الأوضاع شوي، بيرجع كل شيء أسوأ من قبل. حبيبي، يعني نحن بحالة حرب، فطبيعي يكون في كتير مشاكل. يعني شو مفكرة أنت؟ الأمور رح ترجع هيك بسهولة؟ لك أنا ما صدقت نبلش شغله عمار، بعدين أنا من الأساس بقيت بالبلد مشان هيك. لا بيجي كم مسلح بفوتوا بيعلق الضرب والقصف. ترجع المنطقة للصفر. لا يا سيدي مو للصفر، لتحت الصفر. وكل كوم المتعهد المتفقين معه كوم تاني. لكحفيت لكحفيت لحتى خليه يفوت عمار. هلا اجت على رجلي بقى، سنة زمان ما رح يرجع يبلش. تعرفيك يعني هي أول مرة بشوفك معصبة، حتى وانت معصبة بتجنني. يعني عم تروقني هلا؟ اي لا يا سيدي ما بجنن، اللي عم بيصير حوالينا هو اللي بجنن. طيب في مجال تفتحي شباك المطبخ؟ ليش؟ عاملي مثل ما عم اقول لك وشوفي. يلا رح افتح. ايه لا عن جد انت واحد مجنون. انا مو مجنون، انا بحبك. افتحي الباب. العمل العمل العمل. لك نحن شو سوينا بحالنا يا ورود؟ نحن شو سرك؟ ليش هيك عم تحكي؟ أنت بتعرف شو سوينا اليوم؟ شو سوينا؟ المصيبة يا برود أنه كل يوم عم نغرق حالنا بتهمة، والعالم حق معه يقولوا علينا جماعات مسلحة. شو بك يا زلمة؟ ليش هيك عم تحكي؟ ليش هيك عم أحكي؟ أنت بتعرف المنطقة اللي فتنا لها كانت رح تتعمر وترجع العالم لبيوتها؟ فتنا نحن لعنا أخت الوضع. نحن مشان هيك عملنا ثورة؟ مشان كمال وأمثاله؟ أصلاً نحن طلعنا ضد هدول. هلا اللي صار صار، ما عاد ينفع الحكي. لا يا سيدي بينفع، والغلط بتصلح. كيف؟ خلينا نرجع مثل اول ونصلح مسارنا. تطلع احلى شب بالدنيا. الله يقدرني ما احرمك من شيء. ماما ارجع ماما اتصل. بوصل ماما اتصل. أنا اشتقت لك أكثر. تعا حبيبي تعا لو تعا. ما في شغل منه. وضعه مو منيح. فقر دم حاد وسوء تغذية. ليش هيك؟ تعبني كثير يا دكتور. ما عم يرضى ياكل شيء. بيشرب مي او شويه شوربه وبالزور. انا كتبت لك على مجموعه فيتامينات ومقويات وفاتح لشهيه، خليه يبلش فيهم على طول، وانا رح اجي الصبح علق له سيروم واطمن على صحته. شكرا كثير دكتور. لا شكرا.
سرور دخيلك يا سرور حاني سرور سرور محمد شباك شوفي البنت ضايعة بنت مين؟ بنتي زينة راحت على المدرسة ولهلا ما رجعت شو بدي اسوي مالي عرفان شو بدك تساوي امشي معي ندور عليها يلا امشي محمد ابني الله يرضى عليك روح عند امك روح والله عند امك يلا خير يا بطه كيفك؟ شو سيد سكوان شو عم تعمل هون؟ بخجل لك شو عم ساوي. طيب بدك شي؟ انا عندي مشوار ضروري. لا ما بدي شي بس انا وياكي كمان عنا مشوار ضروري وبدنا نروح. ايدك وجعتني امشي وبلع لك ولين امشي